تحية لكم مشاهدينا من جديد، وبثاني فقراتنا الحوارية بنتحدث عن موضوع جدا هام بخص الأطفال، وخصوصا بمرحلة رياض الأطفال. هذه المرحلة الحساسة اللي بتحتاج إلى الكثير من الدعائم لتعزيز نفسية الطفل وشخصية الطفل، وخصوصا ببعض السلوكيات اللي ممكن تكون خاصة بالأطفال مثل الغضب أو عدم التركيز أو عدم التحكم والانضباط يعني بشخصية الطفل. فيعني المهم في هذه المرحلة هو دور الإرشاد النفسي وأيضا دور رياض الأطفال بتعزيز شخصية الطفل وتحسين من سلوكياته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيل ونصائح مع المرشدة النفسية المختصة برياض الأطفال حلا حلوم للإكسات. صباحك حلا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام. حلا، يعني كتير مهم فعلا دور رياض الأطفال والمرشد النفسي بأنه فعلا يخلق طفل قادر على التركيز، على الانضباط، على التأقلم. قدي أنت بعملك تعرضتي فعلا لهي المواقف، أطفال بيبكوا لما أمهم بتوصلهم على الروضة وبتفل، يعني هي قدي تعرضتي لهي المواقف وقدي قدرتي فعلا تتعاملي معه؟ طبعا تعرضنا كتير، لأنه أولا شيء طبيعي أنه الطفل يبكي انه اول ما بيدخل على الروضه نتيجه انه هو انتقل من بيئه الى بيئه، من بيئه امنه تعد يعني انه اسرته هي البيئه، هي الحضن الدافي بالنسبه له، وانه انتقل لروضه مثلا لبيئه غريبه عنه، لغرباء، لاشخاص انه ممكن لاول مره بيقابلهم، فانه امر طبيعي انه البكاء لازم نتعامل معه نحن للبكاء بشكل طبيعي، كمان تكون ردود فعلنا طبيعيه، نحاول نكون هاديين وقت الطفل بيبكي أثناء دخول الروضة، وكمان لازم نكون متعاونين مع الأهل. كمان الأهل لهم دور كتير كبير إنه وقت الطفل بيجي على الروضة، وخصوصا إنه لأول سنة مثلا من سنواته، إنه لازم نكون متعاملين مع الأهل، لازم الأهل يكونوا متعاونين معنا، لازم يكونوا مهيئين الطفل تهيئة نفسية مثلا إنه هن رح يجوا يجيبوا ابنهم، يخلوه يتجول بالروضة بأركانة، يتعرفوا على الكادر التدريسي التعليمي، حتى على الزملاء ممكن لأول مرة، ويكونوا معه الأهل بالفصل الدراسي، ونكون نحن كإداريين أو تعليم أو إرشاد نكون حنونين، إنه نحاول دائما نكون عطوفين يعني مع الأطفال. صحيح. لأنه هني أكيد منتقلين من حضن دافي لإلنا نحن يعني. صحيح. تماما. هلأ دائما قديش كتير مهم نحن نركز على الأم بهيك حالة، لما طبعا نعرف نحن عاطفة الأم هي كتير كبيرة، هيدا الموضوع بحاجة لجرأة قلب قوي إنه هي تترك ابنها حتى لو كان عم يبكي. يعني في كتير أمهات بيستسلموا وبيرجعوا ليأخذوا ابنهم من غلط. من أول يوم بأول أنت واحدة إيه هو غلط، بس كمان نحن لازم نراعي شعور الأم. ليكي الطفل بهالعمر بحس بقلق، هو القلق الانفصالي يعني إنه عن حضن الأم، ودائما نحن لازم تكون الأم قوي بهالحالة هاي، لأنه في ذبذبات مثلا بتنقلها الأم لابنها، الطفل بيشعر بأمه إذا كانت حزينة عليه فبحس فيها. إيه تماما، في ذبذبات بين الأم والطفلة، ودائما الطفل بيحس في شعور الافتقاد، هذا القلق الانفصالي ناتج عن شعور الافتقاد إنه هو انتقل من أمه ومن الحضن. المفروض هون الأم تكون مهيئته مثل ما حكينا نفسيا، والمفروض انه تحكي له قصص انه ممكن تاخذ. طب اذا ما كانت مهيئته والولد صار كثير يبكي، يعني كان بكاءه شديد، هون لازم شوي تكون موجوده، يحطوها بغرفه ثانيه مثلا، ممكن تحطوها بغرفه الاداره اذا سال الطفل عن امه انه ليك الماما موجوده، يعرف شو يعني يشعر بالامان. تماما، يعرف انه في مبدا الوجود، حتى لو الماما غايبه ليك موجوده باي لحظه ممكن تسال عنها، وممكن بس كمان اخر الفصل هي تيجي تاخده آخر الحصص الدراسية تدريجيا، إنه تعودوا على غيابه شوي شوي، مو إنه كمان فرد مرة يعني. هي بشكل تدريجي يعني. الانفصال التدريجي مثلا ممكن تاخده مثلا، هي أنا الأفضل تكون الأم مهيئة ابنها. تماما. مثلا تبعته عن بيت جده ساعات مثلا، يوم الخميس بعتيته ساعتين، الجمعة تبعته 3 ساعات، تعلموا مبدأ الوجود، إنه تجيب له كرة تخبيها تقول له ماما دور على الكرة، بتطلع انه ما انا موجود، تقول له هي موجودة بس نحن مو شايفينها. وقتها بيدور الابن بيشوفها للكرة معناتها موجودة، فهم بتعلم مبدأ الوجود، انه مثلا في اشياء نحن ممكن نشوفها ممكن ما نشوفها بس هي موجودة. وكذلك الأم وقت اللي بتكون غايبة انا بلحظة ممكن انا اشوفها للماما حتى لو ما كانت موجودة به الروضة يعني. وفينا كمان تعوده يعني انه ممكن ياخذ لعبة معه
شيء مفضل محبب من البيت ياخذوا معه على الروضه، هذا الشيء بيربطه بالبيت، معناتها انا رجعان على البيت. حلو كثير هيدا التعامل، وهي سلوكيات ربما اكيد بيتم تعويضها للطفل وتعويض الام ايضا على هذا الموضوع. لذلك في كثير اطفال بيتاخروا بالتكيف مع اجواء هيدا الروضه، وبيتاخروا كثير بالاندماج وبالانسجام مع طبعا اصدقائه بالروضه او الجو العام المختلف عن جو المنزل. فكيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ هون نحن بدنا ندور اول شيء عن السبب. اذا كان السبب اضطراب نفسي عند الطفل، المفروض ان نحن نتعاون مع اخصائي نفسي، او انه سبب طبيعي مجرد انه هو دخل على جو غريب، فتدريجيا نحن بندمجه بانشطه تفاعليه. هون دور الروضه بس، ممكن ندمجه بالرسم، بأنشطة تفاعلية، بالرياضة، بنقسم الطفل، بنحط الطفل بمجموعة مع زملائه، يكون في تنافس حلو، في ألعاب تشاركية تعاوني، بنحاول ندمجه تدريجيا يكون انه داخل بنشاط هو محبب له، ما بالإجبار او الإكراه له يعني للطفل، ويكون في كلمات تشجيعية، تحفيز، برافو، انت بطل، انت هلا رح ترجع على البيت، بدك تحكي للماما انت شو عملت هون بالروضة، انك اتفقت مع زملائك. ونكون دائما انه نعدل السلوكيات السلبية بمساعدة الارشاد النفسي. يعني رح نحكي عن واحدة من السلوكيات السلبية اللي هي الأطفال بيعبروا عنها، وهي الغضب بالروضة. كتير في أطفال بيصرخوا، بيغضبوا بصوت عالي، بيعيطوا، يعني بتحسي أنه ما بقى قادرة أنت فعلا تسيطر عليهم. هون برياض الأطفال والمرشد النفسي كيف تتعاملوا مع هيدا القصص؟ كمان هون وشو بيكون سبب؟ تماما هون بقى نحن بدنا ندور كمان على سبب الغضب. إذا كان حالة طبيعية، نوبة طبيعية، فنحن بنتعامل معه بأريحية وبكل هدوء. أكيد نحن ما لازم نقابل الغضب بغضب مثله أو بصراخ. وقت اللي بده يعلى أنا صوتي على الطفل اللي أنا متعرض لنوبة الغضب، بده يصير كمان نوع من الحالة التشنجية، صار عنده زيادة نوع. هون بنتعامل معه إنه أول شيء بندور على السبب. إذا كان السبب طبيعي بنكون نحن بهدوء وبنحاكي. بعد ما بيهدأ نحن ما بنحاكي الطفل هو غضبان، يعني هون ما رح يسمعك ابدا. يعني بتتركيه هو عم يصرخ، عم يبكي، عم يعيط؟ لا، نحن اكيد انه اول شيء بدنا نحاول معه انه بالحضن، بالعطف، بالهدوء، حبيبي، اذا الحوار، التواصل اللغوي، نتطلع بعيونه انه حبيبي اهدى حاكيني، دائما يكون في انه اتطلع بعيونه، حسسه انه في حنيه. في حال ما هدي انا برايي انه في شيء اسمه عزل مؤقت واستخدام مهله. باخذوا لهالطفل وبحطه بغرفه ثانيه، انه طبعا مو نوع من العزل المؤقت السلبي، لا، انه بس انا بحسسه انه في مهله، انا عطيتك مهله. بعطي طفلي مهله كل سنه دقيقه من عمر الطفل، بتكون مده المهله الزمنيه، وبخليه يهدى. اذا حسيت انه الطفل، انا بكون عم راقبه طبعا، انه بلش قبل ما تخلص هالمهله يتجول، وهي برجع انا بركز معه انه لا، انت خليك هون لحتى تهدى، بنصير بنحكي وبنتحاور. امر طبيعي انه الطفل يغضب وقت مثلا ما بنلبي له رغباته. اذا نحن اجينا على رغبات الطفل، كل ما غضب لبينا رغبته، هون صار نوع من الابتزاز، بيضل بيغضب تماما، بيتعود على هيك الشيء، انه ابتزازي بصير. فنحن بندور على السبب وبنحاول نعالجه، اما بالهدوء اثناء الغضب، بالعناق، بالعطف، بالكلمات التشجيعيه، اعطائه مهله مثل ما حكينا. وممكن نحن دائما نلعب معه دور تمثيل الادوار، ياخذ هو الدور، انه انت شو رايك نلعب هلا انا وانت، انه انت شرطي او معلم، ومن خلال الدور اللي هو عم يعمله نحن بنعرف شو سبب غضبه. تمام، نعدله. يعني حسب مثل ما عم تذكري حضرتك، بندخل لاسباب ومنراقب الطفل لحتى نقدر نحن نشوف العلاج تماما للتعامل. هلا ممكن في اطفال عنيدين بهذا الموضوع، يعني ممكن طول المده، فهون قديش كثير مهم الصبر يعني تماماً. بالمرشدين النفسيين تماماً. والاهل ايضا نطول بالنا على الطفل. تماما، نحن ننطلق من الاهل. دائما الاهل هو الفضاء الاول ممكن يعيش فيه الطفل. مندور على الأسباب، ممكن يكون الغضب نتيجة خوف، نتيجة قلق، نتيجة إحباط، نتيجة إنه عدم قدرته على إنجاز المهام الكبيرة الصعبة. فنحن بدنا نعرف إنه أي مهمة بتناسب الطفل
ونحن نحاول نعطيه هي. حتى المهام الكبيرة بنقسمها لمهام صغيرة مشان ما يحس الطفل بالفشل، ما يحس بالإحباط، ما يحس بالغضب. هون في صبر وفي يعني طرق كثيرة، يعني حتى الدلال الزائد ربما، الدلال الزائد، الحماية الزائدة، الإهمال الزائد، والعلاقات الأسرية يعني. وأنا كمان بدي أسألك هون سؤال، في كتير نحن بنلاحظ أنه في أطفال بيكونوا هنيين، بيروحوا على الروضة، بيندمجوا بسرعة، بياخدوا رفقات بسرعة، بيتعرفوا، حتى الكادر التدريسي بيحبون وبيتعلق فيهم، ما بيعانوا من أي مشكلة، بالعكس بيتمنوا أنه يبقوا بالروضة. يعني شو الفرق بالتربية بين هيدا الطفل والطفل الثاني اللي هو رافض رفض قاطع أنه يروح على المدرسة؟ هون أنا ما بشوف أنه في الطفل له ذنب بهالشي هذا، أنه اللي بيكون رافض لأنه بيكون عايش بجو متعلق يعني تماما. يعني هلا مثلا نحن ما في نقارن الطفل اللي عايش بجو مليء بالمشاحنات والعلاقات الأسرية العنيفة، واللي بيجي الطفل الأب مثلا بحاسب الأم قدام الطفل أو المشاكل بتصير قدام الطفل، عن طفل عايش بجو أسري مليء بالمحبة. مثلا أنه أنا هذا الجو الأسري مليء بالمحبة بيروح بيجي، بيكون في أنشطة، بياخدوا ابنهم على الحديقة، بيصير عندهم زيارات، علاقات اجتماعية، فبيشوف الطفل يعني أنه في علاقات اجتماعية، ما في يعني متعود على شيء اسمه انخراط تماما. أما الطفل الآخر مثلا بيكون في مشاكل، بيكون هروب من الواقع اللي عايش فيه، أكيد ما رح يتقبل أبدا الجو الثاني يعني اللي دخله فجأة يعني. فهون احنا لازم دائما نحط بعين الاعتبار الجو الأسري اللي انطلق منه الطفل. ليس الأطفال أي ذنب فعلا يعني، دائما كل الطفل حسب البيئة اللي هو عايش فيها، أنا حسب شو بيشتغل عليه لابني يعني، حسب شو بتزرعي أيضا تماما. أحيانا كمان في أمهات مثلا بيضلوا تاركين أبنائهم على الأجهزة على الموبايلات، الأجهزة الإلكترونية، ما بيتحدثوا عن مشاعر الطفل. لك كتير ضروري أنه نحن نعرف شو هي مشاعر ابني، شو بيحس، حوار بين الأم تماما شو بيحس. أنا هون بعطيه ثقة بنفسه، أنا أمي سألي عن مشاعري، عم تحاول دائما تهذبها، تهتم بمشاكلي. مجرد عبر الطفل عن مشاعره نفس من غضبه، نفس من انفعالاته. الطفل اللي كمان المشبع باللعب بتحسي أقل عناد، أقل غضب من الطفل الآخر اللي محروم، مش باب المشاعر يعني تماما. هون بيجي دور الأهل، لأنه فعلا مثل ما عم نذكر دائما الأطفال ما إلهم ذنب بهذا الموضوع، نحن قادرين نغير الطفل يعني، وما زال نعدل سلوكه للأفضل، نعزز له السلوكيات الإيجابية، نعدل السلوكيات السلبية، نعطيه الحب، الحنان، العاطفة، نعزز ثقته، ما نوبخه قدام الآخرين، لأنه هون بتنعدم ثقته، ما عاد له عين مثل ما بيقولوا انه يشوف الشخص الاخر، بيصير عنده شعور بالنقص. بدنا نحكي عن نقطه تانية انا شفتها بين يعني ابلاء اولاد رفقاتي، انه هن في يعني حياتهم الاسريه سليمه وسويه وفي تفاهم بين الزوج والزوجه، ولكن ابنائهم فعلا لما اخذوهم على الروضه بكوا كثير وكثير عانوا حتى قدروا اندمجوا. بتعتقدي انه الخوف الزائد على ابنائنا كمان بيخلي هيدا تماما الشيء؟ تماما مثل ما حكينا ربا، انه شعور الافتقاد بحس فيه الطفل، قادرة الأم تنقل أي شعور داخلها لابنها. يعني مثلا أنا بحس بأمي لما بتكون زعلانة علي وأنا رايحة على الروضة، بحس بأمي أنا الوقت اللي بتكون هي حزينة إنه أنا يعني لك نظر الابن بيفهم النظرة الطفل. نحن بنفكرهم إنه أطفال كتير بس هني فعلا أذكياء تماما، هو مثل الإسفنجة، عقله عقل ماس، قادر يمتص كل شيء حواليه وبيشوف وبيقدر وبيحلل وبيركب وبيفهم وبيستنتج وقادر يفهم اي شعور امه صحيح. قادره تخفيه يعني الطفل مدرك يعني، والطفل يعني خلينا نقول هذه الايام هو طفل ذكي يعني جدا، ليكي خصوصا مرحله رياض الاطفال تحديدا للذكاء هو سن العبقريه تماما كتير مهم. يعني هيدي المرحله هو لانه متلقي مباشره اي معلومه هي تخزن بذاكرته، و فعلا جيل ذكي يعني تماما. نحن لازم هلا بس نحن لازم نتعب عليه تماما، لازم نحن نستثمر هالذكاء صحيح بشيء مفيد. لهيك يعني خلينا نحكي على ايضا سلوك ثاني يعني يمكن نحن بعيدا عن الغضب، هو عدم التركيز. يعني في كثير اطفال غير مباليين، استهتار عندهم، فرط نشاط عندهم، فهذا الشيء ممكن يسبب لهم عدم تركيز. يعني دائما هن بيندمجوا سريع اندماج اللعب، ما عندهم مشكله لكن ما بيركزوا، علما انه هن اذكياء وقادرين. فكيف نحن بدنا نتعامل ايضا مع هذا السلوك اللي جدا هام؟ يعني بيهمني انا اكيد يكون التركيز عند ابني اهم من اي صفه ثانيه. كمان هون بدنا ندور على الاسباب. اول شغله ممكن تكون الاسباب الشائعه لعدم التركيز،
عدم التركيز ممكن الغذاء، النوم المتقطع، الأجهزة الخلوية، المشتتات الموجودة موجود فيها الطفل. مثلا أنا ما معقولة أنه أنا ابني عم يدرس وبتطلع، أنا لازم لاحظ. هون الأسرة كمان لازم يكون إلى دور إضافة لرياض الأطفال حسب وين موجود الطفل، البيئة اللي عايش فيها الطفل. إذا ابني عم يدرس ولاحظت أنه بلش يتململ، معناتها في شيء شتت انتباهه، بتدور على السبب، ممكن يكون لعبة. ايه هون كمان لازم ندور السبب. دروسه بيروح إيه تمام. يلعب بلعبته المفضله. ما لازم انا مثلا انه والله انطر انا وجبه الغداء اعطيه لابني، لا خلص ماما نحن خلصنا، لحتى انه يكون ابني جوعان هلا انه ولازم ياكل للعشاء. لما بدي انطر ابني لياخذ وجباته الغذائيه بشكل غير منتظم، هون كمان بيكون عنده عدم تركيز. النوم نقص الغذاء، نقص الغذاء ونقص النوم، واحيانا نقص بالفيتامينات. هون مثل ما حكينا حسب السبب، وكمان العلاقات الاسرويه كثير بتشتت وبتعمل للطفل عدم تركيز، لانه بيكون هون في حاله نفسيه. حاله نفسيه صحيح. فنحن بندور على السبب وبنحاول نعالجها. طب بعيدا عن هاي القصص، اذا بدنا نقول انه مثلا الامراض الثانيه اللي ممكن تخلي الطفل ما عنده قدره على التركيز هي امراض داخليه، بغض النظر عن القصص النفسيه، ممكن يكون في شيء من هذا القبيل؟ مثل ما حكينا في نقص ممكن فيتامينات، في امراض بيولوجيه كثيره ممكن يعاني من الطفل. هون نحن بنلجا بقى لاخصائي نفسي، اذا ما كان السبب نفسي بده يكون السبب عضوي، وقتها نحن بنستشير اطباء خاصين بهالشيء. نعم. هلا بشكل عام حلا خلينا نقول هلا نصيحه للامهات، انه يعني لاي ام ممكن انه هي عندها مشكلة بعدم اندماج طفلة بالسن رياض الأطفال، فيعني إنه نصيحة يعني لكل الأمهات إنه نحن الطفل قادر إنه يتكيف فيما بعد، بس الشغلة بدها طول بال وصبر. تماماً. أول شغلة مثل ما حكينا نهيئ ابننا تهيئة نفسية إيجابية، نحببه بالروضة، نزور الروضة، نتعرف على أركانها، نحاول نحن ننزل على السوق مع ابننا، نجيب مستلزمات الروضة، هو يختار، يكون رغبه. عنده حرية بالاختيار تماما. نقرأ له القصص، نستثمر القصص بحب الروضة، لما نحن بنقرأ له القصة بنحاول نعلمه مفاهيم إيجابية حول الروضة، ونحاول نحن نعمل مع ابننا مثلا دور تمثيل الأدوار، لأنه هون أنا بنمي عنده الثروة اللغوية، بتقول على الروضة عنده حصيلة، فبيكون هيك يعني إنه شايف حاله أنا علمتني الماما، عطتني الماما، ونحببه بالروضة إنه هي بيتنا الثاني، المرشدة أو المربية هي إمنا الثانية، إذا احتاجنا شيء تماماً أيضا. إذا احتاجنا شيء نحن بنطلب من المربية. وهون قدي يعني دور المرشد بتأسيس الطفل دراسياً قدي بيلعب دور كبير؟ كثير مهم دور المرشد برياض الأطفال. مثل ما حكينا مرحلة رياض الأطفال هي سن العبقرية، وهي السن اللي ممكن يعاني منه الأطفال من الوسواس القهري نتيجة الانفصال عن الأهل، القلق الانفصالي، الوسواس القهري، ما فينا نحن نعالجهم عند الأطفال إلا من صح. خلال الإرشاد النفسي والمرشد النفسي، وقت اللي نحن بدنا نخفف هالوسواس عند الطفل قادر يركز وقادر يدرس، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، تعديل السلوكيات السلبية كلها عن طريق المرشد، حتى أنه نحن وقت اللي بنكون في تحفيز للطفل عن طريق المرشد بيصير عنده كلمات تشجيعيه صحيح. دائما بيحاول، اذا فشل ما بنروح بنقول له للطفل انت فاشل، انت هالمره غلطت، ممكن اخطات، المره الثانيه نحن واثقين انك انت رح تنجح، رح تجرب، رح تحاول. عن طريق المحاوله والتكرار والتجريب نحصل على الطفل المبدع. نحن هيدا بيجي اكيد دوركم مثل ما ذكرنا، عن جد مهمتكم صعبه، لانه هي مرحله تاسيسيه لشخصيه الطفل بترافق معه بكل مراحل حياته. وقد ايه حلو نحن وقت اللي بنزرع باطفالنا تماما فعلا، ايه انه نحن بنحصل على نتيجه تعبنا يعني باطفالنا. مهمه صعبه اكيد، بالاضافه للاهل بنقول لكم يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا شكرا كثير لك حلا حلوم، اليوم قدمتينا كل هيدي النصائح والمعلومات، ودائما يعني انت بكل فقره معلومات عن الطفل يلي هي المرحله الحساسة كما ذكرنا، هي اللي بحاجة فعلا إلى تعزيز سلوكيات الطفل وثقافة عامة بالنسبة للأهل. شكرا لإلك حلا، بدنا نتشكر وجودك معنا، وبدي أقول لك هاللون الزهر كتير حلو لك. دخيل عينك، تسلم. شكرا.